السلام عليكم. قبل كل شيء خويا دوك واش راح نقول لك؟ دوك حنا جينا دي سيبورتير تاع لونطونت، جينا نتفرجوا الماتش. قبل المباراة كانت الأمور عادية، ما كان لا مشاكل خويا، ندورو في لافي تاع البرج خاوة ما كاين والو. شرينا لي بي تاوعنا تاع ستاد، خشينا لستاد نتفرجوا في الماتش خويا. بريمير ميطون ما كاين والو خويا، دوزيام ميطون تقلبت الأمور، كاين مناوشات بين بعض الأنصار، أشبه الأنصار، ما نقولوش الأنصار حنا باه ما نظلموش الناس برك، فهمتني خويا. انا باه نوضح واحد الامر برك، باسكو راهي الهضره الدور، ويقولوا بلي هذا موش مريض، ويقولوا بلي حب يدير ما على باليش انا كيف راهم يقولوا. ليسونسيال خاوتي انا واش راح نقول لكم، انا عيني مريضه فهمتني، صارت مناوشات طارت لي عيني في الصطاد راك فاهمني، واش راح نقولوا؟ ما نزيدوش نشعلوا النار اكثر من راهي شاعله هكذا برك. واحد يقول الحمد لله كيما جاتوش في العين الصحيحه هذه فهمتني، وكثر خير الناس اللي عيطت لي وتحيرت عليا، اتصل بيا واحد من ولايه البرج خويا، وكثر خير وعاوني باش اللي يقدر عليه. واش راح نقول لهم؟ نقولوا كثر خيرك خويا، وكثر خير كل واحد هز التليفون وعيط لي وسقسي عليا. واش راح نقول لك خويا؟ وان شاء الله الفتنه هذه برك تحبس برك خويا، باسكو ممش الانصار اللي فلي ولاد سطيف راهم ما طرشوا ما داروا والو، واللي فري ولاد البرج الثاني راهم كيف كيف. كاين اشبه الانصار من الجهتين، من جهه وفاق سطيف ومن جهه اهل البرج، لازم يتحلوا بالروح الرياضيه. هي مباراه كره قدم قصتها 90 دقيقه، المباراة تلعب في الميدان ما تلعبش في المدرجات. مناصر راهو كيما نقولوا حنا اللاعب رقم 12 صح، بصح ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله من السبه هذه بربي ان شاء الله تحبس. حنا رانا كنا من 2008 كانت المناوشات هذيك، وكانت كيما نقولوا حنا النار شاعله بين سطيف والبرج، مي دوك في الوقت هذا كيما نقولوا حنا ان شاء الله رانا في 2020، رانا في 2020 ان شاء الله الناس تستعقل، نجيو نتفرجوا مباراة كرة قدم، ماشي الواحد يجي يخلي ميمته في الدار تقول له روح وليدي تفرج الماتش العشوائي، واحد يروح بلا عين، واحد يروح مفجخ، واحد سواء من البرج ولا من سطيف ولا في اي ولايه يعني. سما انا درت النداء هذا كيما نقولوا حنا لكافه انصار في الجزائر فهمتني، سواء من المولوديه البرج سطيف اي لازم خويا كيما نقولوا يروح يتفرج البالو نقطه ترجع للستار تربح. كما راكم تشوفوا هذا خونا سفيان تقاس في المباراه، يعني هو كان مقيوس من قبل بصح شني زاد تقاس في المباراه، انضرب بزاف والحمد لله كان عيط لنا مناصر من البرج، كثر خيره على كل حال ووقفوا معنا، يعني الناس كل وقفت معنا سواء برايجيه ولا سطايفيه والحمد لله كثر خيرهم بزاف. واش نقول لكم؟ يعني الروح الرياضيه لازم تكون بيناتنا في الاستاد، في الاستاد كامل.